السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قناة أيا أس تي في. معكم أم نريمان، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير معكم العدس اللي كنت طلبتوه مني. العدس تاعي طريقة بسيطة كامل كما يطيبوا كامل الجزائريين، إن شاء الله طريقتي تعجبكم. باش نديروا هذا العدس، عندي لهنا كنت حطيت الماء راهو يغلي. خذي العدس تاعك، كاين زوج نوعيات تاع العدس، كاين العدس هذا رقيق وكاين الخشن، انا نستعملهم بنفس الطريقه. خذي العدس نقيه واغسليه مليح مليح وحطيه لهنايا كي يغلي الماء هذا، حطيه لهنايا، حطي كامل العدس تاعك. اي فوا تحطيه طفي على النار تاعك، غطيه وخليه لمده 10 دقائق. هنا في لاصوص واش لازم لنا، خديت لهنايا الزيت والبصل، راني ديت ديجا نحمص فيهم، قليهم مليح. حطيت لهنايا 3 مغارف تاع الزيت وحطيت بصله متوسطه تكون مليحه، راني قليتهم ديجا. ودوق زيت هنايا طوماطيش مصبره والطوماطيش تاع الحب، زوج ورق تاع الرند هامليك، والثوم، ثوم تاني كرحيت لهنايا 3 بصوص تاع الثوم مليحه. حطيهم وقليهم وزيدي معاها هذوما لو طوني تكوني تقلي. هنا عندي حبه بطاطا وحبه تاع زروديه تانيك مسكرفجه، زروديه تكون مليحه تانيك، حطي الزروديه ما تحطيش بطاطا. وقلي هاد المواد كامل مع بعضهم حتى يتقلاو مليح، ومن بعد نعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله نكملوا العدس تاعنا. هنا بعد ما فاتت لي 10 دقائق راني صفيت العدس تاعي، دوك نحطو ديراكتومون على هذيك الزروبيه والبصل والطوماطيش اللي درنا. هاوليك صفيتو، دوك نحطو ديراكتومون، لازم غير تصفيه تحطيه، ما تخليش يقعد ابار باش ما يعاودش يبس لك. حطي هكذا في القدره تاعك، خلطي وهنا دوق نبداو نزيدو له في التوابل تاعو. ملحي عادي كيما تملحي لا كونتيتي اللي درتيها، ملحي، زيدي له فلفل كحل، زيديلو الكمون، وزيديلو شويه قرفه. هنا اللي تحب دير تاع العود، واللي ما تحبش دير كيما انايا هكذايا تاع الغبره، وشويه فلفل احمر، ما تكتريش بزاف هكذا نص مغرف تاع القهوه. خلطيهم مليح وخليهم يتقلل هنايا، وتكوني دايره الماء سخون، خليهم هكذا يتقلاو بيان. كي تشوفي راح يبدا يلصق لك زيدي له شويه تاع الماء، زيدي قليه، باسكو سر الطياب، سر البنه تاعو عفوا هي التقليه، يجيك بنين كلي خدمتيه باللحم. هنا اللي تحب تزيد الكرافس زيدلو، انا ما نحبش الكرافس فيه، انا بها ما زدتلوش. دوك نقعد نقلي فيه هكذايا ونزيد، ومن بعد نمرقوه ونزيدو هذيك الحبيبه تاع بطاطا. بطاطا ما تحطيهاش دوكا باسكو كي تكوني تقلي فيه هكذايا تلصق لك. هنا كيما قلت لكم قليوه مليح مليح، كي تشوفوه راح يبدا يلصق لكم زيدوا له شويه تاع المبر وكملوا التقليه تاعكم. سر البنه تاعو هي التقليه. ومن بعد زيدي هذيك الحبه تاع بطاطا اللي كنا سكرفجناها، هنا واش علي ما تقليش بطاطا باسكو تلصق هي. خلطيها برك هكذايا ومرقي القدر تاعك وخلي حتى يغلي مليح باش تغلقي لا كوكوط.
ومتى كي تغلقين ما تغفليش عليه، لازم هكذاك واحد 5 دقائق ولا 10 با بلوس، سينو يلصق لك. ولا سينو ما تغلقيش القدر تاعك، خليه هكذاك. انا كي نغلق عليه نغلق عليه 5 دقائق ونعاود نحلها. تمتمي طيب، هاوليك مرقي في الشوط باش ما تنحيش كامل هذيك البنه اللي درتي له، وخليه يطيب. والماء دائما يكون سخون، مرقي قص لا كونتيتي اللي حطيتي وخليه يطيب، مرقيه مليح باش ما تضليش تزيدي في الماء. انا دوقا نخليه هكذا، راهو ديجا بدا يغلي باسكو الماء سخون، هو سخون. نغلق عليه لا كوكوت ونخليه يطيب ونوريه لكم فيما بعد. العدس تاعي راهو طاب، هاوليك دوك نسقي هنا قدامكم، شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله. كانت هذه هي كيفيه تاعنا لنهار اليوم، وانا هنايا نزيد لها لمسه خاصه بيا واللي هي زيت الزيتون. نحب ناكلو العدس بزيت الزيتون هكذايا، ونقدمو مع كسرة الرخساس. وكاين عدة طرق باش تخدمو هذا العدس، هذه هي انا طريقتي، طلبتوها مني، راني قدمتها لكم، ان شاء الله تعجبكم. والطرق الاخرى ان شاء الله نديروها في فيديوهات المقبله ان شاء الله. وبروشين فيديو ان شاء الله يكون كسرة الرخساس، هذه اللي قدمت بها العدس. ان شاء الله تعجبكم الطريقه اللي درت بها انا العدس تاعي لنهار اليوم. وهنا عندي ملاحظه، كما قلت لكم لا كوكوت كي تبدا تصفر احسبوا 5 دقائق ومن بعد حلوها، باسكو لو كان تزيدوا تخلوها اكثر يقدر يلصق لكم ويتحرق لكم من تحت، خاصه المبتدئات اللي تعرف راهي على بالها كيفاش طيب العدس تاعها والقوام كيما تحبوه نتوما. ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي لنهار اليوم. الى عجبتكم ديروا لي جيم لا فيديو، ابوني القناه، بارطاجيوها مع الاصدقاء والاقارب تاعكم باش تكون المنفعه عامه. والى اللقاء في فيديو واحد اخر ان شاء الله.